السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلمتي شيرين. خرج خالد إلى الحقل إلى حقل قريب من بيته، فرأى فلاحا يمسك بمحراثه ويعمل بجد ونشاط. اقترب منه وراح يتأمل ثم سلم عليه وسأله: ألم تتعب يا عماه من هذا العمل؟ ابتسم الفلاح وأخذ بيد خالد وجلس في ظل الشجرة وقال: يا بني، انظر إلى تلك العصافير، تغدو وتروح مشغولة ببناء أعشاشها والبحث عن طعام تأكله وتطعم منه فراخها، وانظر إلى هذه النملات، تذهب وتجي وكل نملة تحمل قوت إلى مسكنها كي تخرجنا لأيام الشتاء، وانظر إلى تلك النحلة تتنقل بين الأزهار كي تمتص رحيقها لتصنع منه عصرا طيبا. فنحن يا بني يجب أن لا نكون أقل من هذه الكائنات عملا ونشاطا، فمن جد وجد مزرعة حصد. والإسلام حدنا على العمل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. خالد: حقا يا عمي، فما أجمل العمل، سأحرص إن شاء الله على أن أكون في المستقبل عاملا نافعا لديني ووطني. مع السلامة تيتشر شيرين.